السنون ما أخرى. سنة نفي كل أمل أن يكون البلاد اللي قبل أن شاء الله تعالى ونشوف إن شاء الله تعالى حكاية من الفئات الهشة والفقيرة تأثروا كثيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ولكننا تمكنا والحمد لله من تدبير هذه المرحلة. أيتها المواطنات، صاحب الجلالة يخاطبكم. باش ان شاء الله استمروا في الصناعه ديالنا، وعطانا واحد الامل ان شاء الله.